كنتم عبر قناة SSC. طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. إذن طاقم التحكيم المغربي عبدالله العمري، أليكس تيس وسط الميدان، عبدالله خيبري. ضغط لتقديم ما يليق بذائقة مسافات طويلة يؤثر ذلك، لكن الآن لكل الصحف العالم وصفقات كبيرة، ولكن كريستيانو يتقدم الآن، يسقط الآن. ماذا يقول الحكم؟ الفرصة الأولى لكريستيانو بعد تمريرة كانت من الآن من بعيد، الكرة البينية تأتي والبعد قد يبدأ التحدي. الرائد يصوب إلى كريستيانو في تصويبة قوية بعيدة من جانب كريستيانو، عدى انطلع عرض صوت، لكن الله على التمريرة، الله على اللودار، بيلعب الكرة، الله اختاروا كرات الشوط إلى تيلس، الله يا تيلس، تيلس بيرسل الكرة، الحلول الفردية ممكن، العرضية الرأسية لا تأتي بعد العودة من التوقف، الكرة بترجع الآن والمحاصلة إلى الفوز، لا شك بأنه سيكون أمرا كبيرا. كريستيانو، كريستيانو يتقدم، الله هل تحرك المرمى؟ أشك في ذات الدوسري وتغير اتجاهها، بروزو في مكان تنس، كرة عرضية رأسية لا تأتي، بيرسل كرة إلى السلطان، إلى الغنام، عرضية كريستيانو، شوف اللقطة من جديد إلى ساديو، ساديو في مكان فوزير، كنت في الجانب الآخر يا فوزير، عرضية لمصلحة الرائد، هدف من أين إلى فوزير، عرضية لو مرت ماجد، هدف شلقان يوسف خميس، شوفوا أبو كذلك يا فوزير يا سلطان، الغنام ممكن العرضية، عرضية عرضية، أما هذه ما تسجلها، بس ثلثها ثلث عليه طويلة في مكان، وصلت إلى فوزير، مر فيها، ولكن أمير سعيود لمصلحة فريق الرائد، أمير سعيود بالحل الفار، هذه 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 هذه، وأليكس تيلس بيلعب لكرة عرضية الرأسية، وسعيود ممتعة، لكن لو وهذه اللعبة كريستيانو يتقدم، الله يا لهذه الكرة التي تبدو لأنه يتقدم، تصويبة يا رب حارس المرمى، لماذا تقف أمامك؟ يساهم، انظر إلى من يساهم، انظر العرضية إن أتت ستكون لمن؟ لا عرضية، لا جديد مرة أخرى من جديد باتجاه اللعبة، يلا يا تلسكا، عرضية رأسية قد تأتي، كريستيانو يا رب ما سلام، يتصدى لكل، كريستيانو استلم صواب، ولكن تصدى كمون، يريدون هدفا ثالثا، وسيأتي وسيأتي وسيأتي، الله كل أهدافك لهم ولك، لكن هذا لي، هذا لي، هل أخبروك؟ هل تستقبلني؟ هل تختبرني يا كريستيانو؟ رحلت وأنت تفعل ذلك، ممكن الآن كريستيانو يطلب الكرة لو وصلت، لك روزو الضغط ينجح، ولكنه فوز من بعيد، الله الفوز بدونه لا يلغي أهميته، كل سلاح تملكه ستحتاج إليه، فكيف بتلسكا؟ يا للسلاح يا للسلاح، هذا السلاح الثقيل، يا سلام يا أوتافيو، ساديو الله تصدق، ويا كبر الأماني، كانك أن تحلق بجد